اللي هيبدأ فيها هنا في مصر. نادي الزمالك هو بالنسبة له من أكبر الفرق في الشرق الأوسط كلها وفي أفريقيا كلها. And I would like to say, you know, I've been listening to the president. I didn't understand a lot of it, but my friend Mohammed translated. But one thing that did come out was the passion of the president for this football club. بقول لكم ان هو طبعا كل الكلام الاستاذ مرتضى قاله ما كانش فاهم منه حاجه خالص، بس طبعا لما جيت قعدت جنبه وبدات اترجم له بدا يحس ان كل الكلام اللي طالع منه طالع من واحد عنده حب وعنده قوه وعنده شغف للنادي اللي هو شغال ليه والنادي اللي هو بيحبه من جواه، فده اللي بدا يحسه وهو رغم ان هو ما كانش فاهم الكلام. And if I and the coaches can make the players as passionate as the president, then I think we'll have a good chance of being successful. وإن هو لو هو والتيم اللي معاه في الفريق ومجموعة اللاعبين قدرنا إن إحنا نتعاون كلنا بنفس الروح وبنفس الإصرار والعزيمة وبنفس الشغف اللي هو عند رئيس النادي، هنبقى عندنا فرصة كبيرة جدا إن إحنا نبقى ناجحين في كل خطواتنا. Okay, in my staff that I'm arriving here at Zamalek with, I have a couple of coaches coming. One is an analyst, and the other coach, I have a small list of three coaches, and I'm hoping that my number one choice can join us this week. If not, then I go to the plan B for the second choice. بيقول ان هو المجموعه اللي هتشتغل معاه هو عنده واحد هيبقى مسؤول عن الانالايز اللي هو اللي بيقطع له الماتشات وبيتابع له الماتشات وبيجمعها له، ده اوريدي اتفق معاه. وفي واحد تاني هو عنده ثلاث اختيارات منهم الاختيار الاول، وهو طبعا بيحاول ان هو يقدر يخليه يجي في اسرع وقت خلال الاسبوع الاول، ولو ما قدرش يوصل معاه الاتفاق ان شاء الله هيحاول عنده بلان بي او بلان اثنين، ده اللي المفروض ان هو لو ما نجحش في الخطه الاولى. I've come to a very big club, as I said, in Africa, not only Africa but the Middle East, and they are used to being successful. So I know that the coaches who have been looking after the team have been getting the positive results. بيقول ان هو طبعا جه نادي كبير جدا زي ما هو قبل كده، ونادي كبير مش في افريقيا بس في الشرق الاوسط كله، ونادي متعود على النجاح ومطالب بالنجاح. فاكيد المدربين اللي كانوا ماسكين او الجهاز اللي ماسك الفريق الفتره اللي فاتت حصلوا طبعا على نتائج ايجابيه للفريق وقدروا ان هم يحققوا مكسب كويس الماتشين اللي فاتوا. My ambition is to come and help the team to improve through the mentality. Technically, I believe the Egyptian players have great technique, and maybe the mentality and the understanding of the tactical side of the game is something I can help the team to go even further and have the success that everybody who is a Zamalek fan wants. بيقول طبعا ان هو من الكلام اللي سمعه من رئيس النادي ومن الشغف اللي موجود هنا في الناس اللي بتحب الفريق اللي هم فيه والنادي اللي هم فيه من احمد والجهاز اللي كانوا والتيم اللي طلع عشان يقعدوا معاه هناك، بدا يحس ان فعلا الناس دي بتحب النادي دوت. طبعا اتكلم عني ان هو لما انا كنت موجود قاعد ان هو لما كان ماسك في رينجرز اسكتلندا كان كابتن من اللعيبه اللي هو كان حاول ان هو يجيبهم عنده في الدوري الاسكتلندي. فلما قعدت معاه كان اوريدي عارف ان انا كنت لعيب ان هو عايزه، بس طبعا كان وقتها الظروف ما ساعدتوش. The passion of the guys that I met in London last week was something that made me, before I wasn't thinking about coming to Egypt, but when I spoke to the guys then it certainly gave me the appetite to take up this strong challenge. And I will believe, along with the people who are working with me, and as I said, if we can have players who are already motivated, it's great to work with people who are already motivated, but we can help and give them some motivation from ourselves
to try and get them to another level. بيقول طبعا ان هو لما قعد معانا هناك مع المجموعه اللي سافرت او البعثه اللي كانت موجوده معانا هناك, اول ما قعد معانا كان هو اوريدي تفكيره يجي مصر, ما كانش متحمس خالص انه يبقى انه ياخد الخطوه انه يجي مصر. بس لما قعدنا معاه قدرنا نوصل له فكر ثاني خالص عن الشغل عندنا في مصر وعن ان احنا عندنا استقرار في مصر, وقدرنا نوصل له طريقه ان هو برضه قبل الكلام عن الكوره وعن حاجه لازم يكون عنده احساس بالامان. دي اهم حاجه ان احنا يجي عندنا هيبقى في امان. طبعا دي حاجه من الحاجات اللي خليته يقدر يعني يقدر يحس ان احنا عندنا شغف, واحنا بنكلمه بنتكلم احمد طبعا كان بيتكلم معاه بطريقه حاسس ان هو احنا بنتكلم عن نادي احنا بنحبه فعلا, نادي كبير جدا, نادي المغامره اللي بنحكي دي مغامره كبيره, مغامره قويه. فهو بيقول لما خد القرار وجينا طبعا بنتمنى ان هو مع الفريق ومع الناس اللي هتتعاون معاه بره الفريق طبعا والجهاز يقدر ان هم يبقوا قوه واصرار وشغف للفريق ان هم يلعبوا بروح عاليه جدا, وفي الاخر ده هيبقى مكسب كبير جدا للنادي كله. Okay, this is the final comment from me. I promise I will do everything that in my power along with the help of the other coaches and the fans of course.